السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير. هذا البابايا، البابايا تايلاندية. هذه زرعتها، زرعت مجموعة كثيرة ما شاء الله، نجحت بحايل ما شاء الله، لكن زرعتها بعد تقريبا ما كبرت 10 سنتي زرعتها بضار تقريبا. هراء ما شاء الله، شوف الغصن عطت غصن ما شاء الله ساق كيف كيفك، لكن قلبك كذا كذا عشان تفز ثاني مرة. بس خلاص تعطي فزة الحين ما شاء الله. هذه واحدة وهذه واحدة، في كم واحدة والله ما شاء الله، بس موزعها أماكن قديمة ونجح، بس ما أدري يطلع عند الكور ولا نافي ولا لا. أي والله بسم الله خله تحت عشان يدفع الشمس حارة. الشمس حار رهيبي له شيء يرطب على أرضيته. وين الثانيات؟ في كم واحدة، في كم واحدة ماتت. أي والله وين أول واحدة زرعتها هنا في شيء زرعته هنا ما في شيء. كله مات، أنا بس سنتين صرت هنا هنا واحدة هنا، هذه واحدة ما شاء الله، بس إنه تعبان ما هي، بس دي ما هي زي هذي هذينك مستصحات، هذه لا، هذه إن شاء الله إن شاء الله تستصح. في شيء هنا أيوة هذي ذيك الزينة، ما شاء الله شوف الورق ما شاء الله. انا عندي افضل واحدة هذه، شوف الغصن، بس يبي لكم ضيف حظ عشان تطلع صح. ما شاء الله هنا الزين، هنا ما شاء الله من الزين والانتاج الزين هنا ما شاء الله. هذي زي اللي مش وين نفس العمر، بس انه الحجم ما شاء الله يختلف، حجمه اختلاف شاسع ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله، لا اله الا الله ما شاء الله، ما شاء الله. لقيت الماء ولا اي والله، هو الشجر مزرع عليه. في واحدة هنا، هذه واحدة بس ما هي زي هذه، هذه نفس اللي هناك، نفس اللي بشوية صورت ما شاء الله. هذه بعد ها بسم الله ها ما شاء الله زين غصنا ما شاء الله، شكله جميل ما شاء الله، منظره حلو، لا كبرت بعد أحلى. هذه واحدة وهذه واحدة جنبه نفس الوضع. بسم الله في واحدة هناك نروح له. بسم الله
الله. هذه أزين. ما شاء الله. ما في شيء هنا. ما في شيء. يمكن انا زارع واجد بس يمكن انه مات ولا تقزم. اي والله هذا كبير هون اسمه ديزانة عشان بسرعة تكبر تنتج ان شاء الله السنة هذه ان شاء الله. بابايا بابايا فوائد كثيرة ما شاء الله. اللي يقرا عنه ما يستغني عنه. لازم يزرع بيته ولا غاليه والله اسعارها غاليه البابايا. انا شاري هذه تقريبا قيمتها الحين تقريبا قيمتها ب 60 على حسب الكيلو. كيلو يعطيك اياه يمكن 50 او اكثر والله ما ادري كم. اكاد اني اشتريها من لولو. لولو الوحيد اللي يجيبه اللي يجيب البباية التايلاندية هذا غيره ما في. ما شفت دورت ما لقيت بحاجة خاصة يعني هاي. أوكاد نعطيكم معلومات إن شاء الله أكثر أكثر إن شاء الله. لكن تابعونا على اليوتيوب. أي والله حنا توينا بادين وشاركونا أفكاركم وأراءكم. نشوف يمكن في ناس ما تعرف عن البباية هذه لأن البباية هذه كنت تعبت وأنا أدور البباية الزينة. أسمع يقولون في بباية طعمها زين وكذا طلعت البباية هذه اللي زرعنا. هذا الخبيز الساحلي اللي أسمع الخبيز الساحلي هذا حق ظل ممتاز لا الشوارع ولا البيوت. داخل البيوت بغيت يورد ورد اصفر اصفر على برتقالي ممتاز شكله. يسمونه بعضهم لسان العصفور عشان ورقه سيد لسان العصفور. ها لسان العصفور هذا انه ممتاز بس يبيله ماء هذا مشكلته. وهذه جاكراندا جاكراندا هذه وردة بنفسجي حلو حلو طيحين بالطايف وبالببها أو كاد إنها جميلة. وفي بحايل حاطينها عندنا بشارع عقدة. شارع عقدة كله مليان زي هذا يمين ويسار لكن هذه قديمة يمكن تقريبا عندها سنة ونص بس إنها تعبت تعبت وقصيتها من هنا. ها هذا قصتي له قصيتها من هنا وفرعت وخليتها. شوف هذه فروع جديدة لازم تشيلها عشان تزخ فوق ما تزخ تحت ما تزخ من يمين ويسار.